السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه الطيبة. قبل أن أتكلم أود في الأول أن أشكر القائمين على تنظيم هذا اللقاء، جزاهم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتهم. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. فسبحان الله، بعد أن كنت أدعى إلى حضور مجالس اللهو والفساد من الله علي، فصرت أدعى إلى مثل هذه المجالس. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالإنسان إذا كان أي واحد فينا في الحياة كيقلب على السعادة، تيبحث على السعادة بأي طريقة. إنسان تيقلب تيبغي يدير الفلوس، تيبغي يشري الدار، تيبغي يدير السيارة، تيبغي يدير الزوجة الأولاد، تيقلب على السعادة، تيقلب بأنه يعيش هاني. ولكن إذا ما كانش هاد السيد هذا، إذا ما كانش شاد طريق الله سبحانه وتعالى ومتقي الله، راه ما غاديش يكون سعيد أبدا. لأن السعادة واحد الرزق كيعطيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن، كيعطيه السعادة وكيعطيه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالسعادة رزق، والصحة رزق، والأولاد والزوجة الصالحة والمال. لأن بعض الناس كيسحبوا الرزق راه هو المال فقط، لا، والرزق يعني شيء من المال، واحد حاجة، واحد المال شيء من الرزق. رزق واحد ما شاء الله، واحد النعم كثيرة. والإنسان اللي اتقى الله سبحانه وتعالى وسط طريق الله، راه غادي يعيش بخير، وغادي إن شاء الله يموت بخير، وغادي إن شاء الله يعيش الحياة الطيبة في الحياة الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. انا اصلا ملي بديت هاد ونخليكم الموسيقى وهاد الشيء ما بديتوش، ما كنتش باغيه، جا بحال هكا، جا طيش الشباب. كانت واحد الفتره ديال كاع الناس كل شيء بغى يولي يغني وداك الشيء. كانت عندي واحد الموهبه من الصغر واستثمرتها في هاد الشيء هذا، وقلت انا دخلت غير ضحك، اي مقصر، انا كنقرا وخصني شويه فلوس. استغلوها اشباه المنتجين وقال لك: اجي يا ودي، غادي نسجل لك وغادي تولي مغني وتولي بطل وتولي تدوز في التلفازه وكذا. لا، انسان كان صغير وكان قلة العقل، وكان كانت الحاجه، انسان كان كانت كنا تنقراو وكان محتاجين الفلوس، كانت حنا كنحلموا، فهمتي، وكان ضعف الوازع الديني. مشينا في هذاك الشيء، ولكن كان دائما في القلب عندي، وكان دائما كنت في قرارات نفسي انني عارف بان ذاك الشيء راه لا يجوز، بانه راه حرام وراه ما خدامش، وتنطلب الله سبحانه وتعالى انه يتوب عليا ويعفو عليا. مرت الايام وجاء سبحان الله العظيم، ان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه، وبدا داك الشيء بالتدريج كيجي. واصلا انا واحد النهار كنت كناقش مع شي واحد، وكناقش معاه يعني مبادئ وافكار. اش قال لي داك السيد؟ كنت مازال كنغني، قال لي: انت ماشي مغني، يعني هاد الافكار اللي عندك وهاد المبادئ اللي عندك راه ماشي ديال المغنيين. اذا بقى داك الشيء جاي تدريجي، والله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فابتلاني الله سبحانه وتعالى ببعض الابتلاءات، وذلك الابتلاءات واحد من مر واحد، وكثر عليا داك الشيء، وكثرت عليا الهموم والغموم. وتنقول سبحان الله، اش درت انا؟ ايه اش درتي؟ سبحان الله العظيم. وتنتامل في راسي، تنقول انا اش داير؟ شوف انا هاد الطريق اللي غادي فيه شنو هو؟ واش ربي راضي على هاد الشيء ولا؟ وبديت نشوف الله سبحانه وتعالى بدا تيفيقني من الغفله ديالي، بديت نشوف يعني فين عايش. وصافي قررت من تما، قررت ان نتوب. وصافي جا داك الشيء بشويه بشويه. واحد النهار كنت في واحد السهره في برشلونه، عارفين مغني يعني الغناء وسميته راه سبحان الله، فين ما كان الشر كانت الموسيقى والغناء. وطلبت الله سبحانه وتعالى، رغم انني كنت في ديك السهره، خرجت مشيت للتواليت نغسل يدي ولا سميته، وتنطلب الله سبحانه وتعالى، تنشوف راسي في المرايه وتنقول: يا ربي تتوب عليا. رغم انني سبحان الله العظيم في واحد الحاله يعني في المعصيه وداك الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى، انسان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، ودائما يطلب الله سبحانه وتعالى.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول الله أيضا وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأطلبت الله سبحانه وتعالى وما دازت عليها تقريبا واحد العامين وصافي بديت يعني قررت أنني نترك هذا الشيء هذا والتجأ الله سبحانه وتعالى. طلبت الله سبحانه وتعالى يعوضني خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. أنا تركت الموسيقى ويعني الله سبحانه وتعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى جعل لي ربي سبب وجعل لي بزاف الأسباب اللي جعلتني نبعد منه وجعلتني أنني نفر منه. أنا أصلاً